دكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ينضم إلي عبر الهاتف. برحب بحضرتك دكتور يسري. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور يسري. مصر سلمت قمة الكوميسا إلى زامبيا وجهود مصرية حثيثة في تنمية القارة الإفريقية وخدمة مصالح مواطنيها. كيف ترى هذه الجهود المصرية وكيفية استكمالها فيما هو قادم؟ الحقيقة في البداية يعني أؤكد على أن مصر قدمت الكثير عندما قرأت ملف القميصة على مدار عامين، ويعني اشتغلت على دعم كل ما يتعلق بدول القميصة الأعضاء، و 21 دولة وسوق قوامه ما يقرب من 600 مليون نسمة. وفي الحقيقة يعني العمل كان يرتكز على محورين هامين. المحور الاول يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتعاون الاستثماري مع دول القميصة، واحنا كقطاع خاص وكمنظمه اعمال ومجتمع مدني كنا فتره قياده سياسيه لنصل بمعدل رقم غير مسبوق وهو 4 مليار دولار زيادة في الذي وصلنا إليه في التبادل التجاري منذ إنشاء أو تفعيل اتفاقية القميصة. نعم. أيضا يعني أتصور من وجهة نظري أن مصر قادت ملفات كثيرة ولها جهود كثيرة جدا فيما يتعلق بتوطين الصناعة الأفريقية، وكان هناك مبادرة مصرية مهمة جدا خلال العام الماضي تتعلق بالتكامل الصناعي الإقليمي لدول القميصة. وأعتقد من وجهة نظري أننا كقطاع خاص نرى أننا نسير خلف رؤية واضحة لأول مرة، ونسير خلف توجهات القيادة السياسية المصرية التي تثق في المصرية مع دول القارة الأفريقية في صعيد الصناعة. ما زلنا نتحدث عن كيفية الاستعانة بالخامات من دول القميصة وكيفية تفعيل وربط سلاسل القيمة وتعظيم مستويات الصناعة والتصنيع مع دول القميصة. نعم. أنا بتصور أيضا أن مصر جذبت شركات القطاع الخاص المصري المختلفة للمساهمة كبيرة في نتج عنها المشروع المصري الذي حمل يعني رسالة قوية جدا بتوافر الخبرات المصرية في قطاع التشييد والبناء. تقدم القدرات المصرية التنزانية مشروع نيرسون نيريري السد، جيرسون نيريري السد العملاق، وده يؤكد على دعم مصر لدول القميصة، ويمكن ليس فقط بمجرد انه سد وانما يوفر 2.5 ميجا وات طاقه كهربائيه نحتاجها الى التصنيع والى الحياه السليمه وسبل المعيشه، لان اكثر من نصف القاره يعيش في الظلام. اعتقد ان مصر ايضا قدمت في هذا الملف في خلال عامين قادت فيه القميصة ورئاسة القميصة وتجمع الدول شرق وجنوب أفريقيا القطاع الطبي، لا سيما بعد مرحلة مهمة جدا وهي مرحلة جائحة كورونا. نعم. التي اجتاحت العالم، وده كان شيء مهم جدا بنؤكد فيه أن مصر لديها ملف هام جدا في تطوير صناعة الدواء وصناعة اللقاحات، وكما ذكر السيد الرئيس اليوم ونسمن ما ذكره أن مصر قدمت أكثر من 30 مليون جرعة مجانية إلى الدول القميصة. نعم. يعني خلينا أقول باختصار شديد يعني في ملف يتعلق أيضا بشركات القطاع الخاص في التشييد والبناء وفي الصناعة وفي أيضا التجارة الدولية، مصر ركزت على في قطاع البنيه التحتيه بخلاف المشروع الكبير مشروع الاسكندريه او القاهره كيب تاون، ايضا ركزت على البنيه التحتيه في ربط اعضاء دول القميصه بين بحيره فيكتوريا والبحر المتوسط. نعم. على كل الاصعده بنؤكد ان مصر يعني عملت في هذا الملف بشكل منقطع النظير، واتصور من وجهه نظري ان هناك اسواق هامه جدا ترتبط ايضا بتجمع القميصة وتجمع التكتلات الثلاث. نعم. الاتفاقية التجارية الإفريقية للتجارة وهذه الاتفاقية التي ايضا تزعمت مصر تفعيلها، يعني برأيك كيف تكون بالشكل الأمثل في هذا التكامل المنشود لدول القارة الإفريقية، وما ينقص الدول الإفريقية لإقامة سوق مشتركة وايضا الطرح الذي قدم من عملة موحدة؟ الطرح جيد في العملة الموحدة والسوق الأفريقية المشتركة، وربما نتحدث عن التصنيف.
ونتحدث عن هذه الأمامي وهذه الأطروحات والمبادرات، لكن دعيني أتوقف عند أن هناك يعني الظروف الآن بتؤكد أن هناك حتمية التفعيل. الظروف التي يمر بها العالم اقتصاديا وفيها تغير شديد جدا في البوصلة الاقتصادية أصبحت تحتم التفعيل. أنا أرى النهاردة بمتابعتي لجلسات قمة رؤساء دول القمصة أن هناك إصرار شديد من السادة الرؤساء والحكومات على البدء الفوري في التفعيل، وهنا دعيني أتحدث عن بعض الأمور التي تحتاج أيضا إلى نظر، تحتاج إلى زيادة البعثات التجارية بين الدول الأفريقية، زيادة التعارف والتعريف بما لدينا من خامات وآليات ومعدات وتكنولوجيا بين الدول الأفريقية حتى نستطيع التبادل. نحتاج إلى زيادة بناء جسور ثقة ما بين التجار والمصنعين في القطاع الخاص بين دول القارة الأفريقية، لأن التعارف يبني جسور ثقة نعبر بها إلى الاقتصاد المستدام ونستطيع من خلالها تفعيل كل هذه المبادرات. القطاع الخاص العالمي هو يعني العنصر المحرك لقطاع الاقتصاد، وعلى القطاع الخاص الأفريقي أيضا السير قدما خلف هذه المبادرات لتحقيقها. أيضا نحتاج إلى مزيد من إدخال أنظمة يتولاها الاتحاد الأفريقي لتوحيد آليات الفحص والفحص الجمركي والمعايير الجمركية وشهادات المنشأ ومستندات الشحن حتى نستطيع أن نساهم لتسريع هذه الوتيرة والقضاء على البيروقراطية. أيضا نستطيع أن نشارك ببعثات سياحية بين الدول الأفريقية للتعرف على الوجهات السياحية ونقل الخبرات والخدمات في هذه المجالات المهمة حتى تستفيد القارة بمدخلاتها. كذلك يمكن تفعيل جديدة ومبادرات جديدة على في السياحة الصحية والسياحة العلاجية حتى نستطيع أن نستفيد كل الهدف المالي الذي ينفق خارج القارة في مثل هذه الأنشطة. أنا بتصور من وجهة نظري أن القارة أيضا تحمل سلة غذاء العالم كرئاسة البحث عن حلول، تمتلك المقومات الطبيعية التي تكفيها للنهوض والتنمية بالشكل المستدام. لكن ما ينقصنا في هذا الصدد إذن؟ هل هو العنصر البشري؟ هل الكوادر البشرية تحتاج إلى المزيد من التأهيل في داخل القارة الإفريقية؟ ينصرنا عنصران هامان ذكر أحدهما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا، وهو النداء للمجتمع الدولي وتحديدا مجتمع التمويل. فهناك تمويل البنية التحتية في القارة الأفريقية لابد أن يكون بطرق مختصرة وأنظمة طويلة نستطيع أن نقف المسيرة بشكل جيد دونما إحداث أعباء جديدة على عهد الحكومات حتى نستطيع تطوير المواني وتطوير الأنظمة الجمركية ودخول التحول الرقمي في القارة وأيضا الطرق والطاقة ومشاريع الطاقة ومشاريع المياه والصرف الصحي ومشاريع الكهرباء. ده جزء أول. الجزء الثاني يتعلق بالكادر البشري والعنصر البشري، وهنا علينا البدء فورا، وهنا ندائي إلى كل الحكومات الأفريقية وأيضا كل منظمات الأعمال والمجتمع المدني فاعلة في القارة على ضرورة تبني برامج لتبادل الخبرات بين الكادر البشرية وإعداد القادر وتبادل الرؤى وتبادل التدريب وتبادل التكنولوجيا والتواصل المباشر. اعتقد اننا في حاجه ماسه ايضا الى التوسع ونشر شركات الطيران الخاص بين دول القاره، ايضا الحوار عن مشروعات خاصه للنقل البحري في دول القاره وبين دول القاره تكون اكثر سرعه واكثر انجازا حتى نستطيع ايجاد كل هذه الحلول في المعادله الفاعله في القاره الافريقيه. اعتقد ان القاره تمتلك كافه المواصفات، وان الاوان أن تستفيد هذه القارة بمقدراتها. أن الأوان لكي يتحقق الأمن والسلم في القارة عن طريق التنمية كما ذكر السيد الرئيس اليوم، وتوقف في كلمته متضامنا مع السيد رئيس زامبيا حول الاستقرار والأمن لشعوب القارة، وهذا هو تحدي أكبر. في إشارة واضحة بشكل أخص للسودان وأهمية الاستقرار في السودان، وهذه الدعوة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة الأطراف الفاعلة في هذا الصدد. مصر أيضا استضافت اجتماعات بنك التنمية الإفريقي مؤخرا في مايو المنقضي، وكان للقطاع الخاص الوجهة في أن يشارك الحكومات المختلفة في عمليات التنمية. برأيك إلى أي مدى القطاع الخاص يستطيع أن يقود
عملية الاقتصاد بالمشاركة مع الدول الفاعلة أو القوى التنفيذية داخل الدول المختلفة؟ لازم أقول أن بنك التنمية الأفريقي هو أحد أهم أعرق البنوك الأفريقية التي تشارك فيها حكومات الدول الأفريقية، والذي يعني أنشئ عام 1964 وله إسهامات قوية وكبيرة جدا في دعم الحكومات في أفريقيا في مشروعات البنية التحتية، إلا أن النسخة الأخيرة يعني التي استضافتها في الاجتماعات السنوية للبنك شرم الشيخ، نعم، وبدعوة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتنظيم من البنك المركزي المصري، كانت تحت عنوان يحمل رسالة للاستثمار والتنمية لمواجهة التغيرات المناخية والتغيرات البيئية. وأعتقد أن هذا كان يأتي بعدما قطعت مصر شوطا طويلا وهاما في مؤتمر اتفاقية الأطراف كوب 27، نعم، وما ذكر في ومن نتائج هذا المؤتمر وذكرته السيدة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في مصر عن حجم التمويلات التي ستبدأ من عام 25 لمشاريع التكيف المناخي ومشروعات التكيف المناخي. أعتقد من وجهة نظري أن بنك التنمية الأفريقي الآن أيضا في اجتماعاته السنوية يراجع مشروعاته ومبادراته مثل مبادرة الأسواق المالية وفي مؤتمر المغرب القادم، وأيضا هناك توسع في العمل في تمويل المشروعات القطاع الخاص والمشروعات الكبرى للقطاع الخاص. يعني أعتقد أنه في فرصة سانحة للقطاع الخاص المصري تحديدا للتعرف على خدمات هذا البنك والتعرف على الآليات اللي ممكن تستخدم، لأنه خلينا نتحدث على الأرقام، الأرقام لا تكذب. القارة الأفريقية تحتاج إلى أكثر من 108 مليار دولار لتعافي من جائحة كورونا، وتحتاج إلى ما يقرب من 200 مليار دولار لتحقيق الأهداف الأممية لمدة عام واحد أو عامين أهداف الأمم المتحدة، وتحتاج إلى 140 مليار للبنية التحتية في العام. مثل هذه المشروعات ينفذها شركات القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية. هنا على الشركات القطاع الخاص التوجه للتعرف على منتجات هذه البنوك، وكيف يمكن الربط بين البنوك المحلية والبنك المركزي، وكيف يمكن خلق معادلة جيدة جدا لتفعيل ذلك والاستفادة من ذلك داخل القارة الأفريقية. أعتقد أن الاجتماع والاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي كانت اجتماعات جادة وفاصلة ومنجزة بشكل إيجابي وبشكل جيد، وهناك تحرك فعل على الأرض مع مجتمع المال والأعمال الأفريقي عموما وليس المصري فقط في بنك التنمية الأفريقي لكي يقدم نموذجا جديدا في عملية التنمية الحقيقية، بالذات في تمويل المناطق الصناعية الحديثة ومشاريع الزراعة ما موله لموزمبيق بربعمائة لإنتاج الغاز، وجعل موزمبيق أيضا محطة مهمة في أفريقيا لإنتاج الطاقة والغاز، وهي إحدى المحطات والوجهات التي توجه إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في جولته الإفريقية في جنوب أفريقيا بين أنجولا وزامبيا وموزمبيق. نعم، إذن هي العديد من الخطوات التي تبنى على بعضها البعض في كافة المجالات من أجل تنمية القارة الإفريقية. أشكرك الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.